بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. هذه أحد النباتات التي درستها في السابق، كانت مصابة بالتليف النسيجي العلوي مثل ما تلاحظون. طبعا هذه العينة لاحظت أن يوجد فطريات بنسبة كبيرة جدا تهاجم الأنسجة العلوية بسبب ضعف في الجهاز المناعي لنفس العينة. مثل ما تلاحظون قد تصادفون عينات مصابة بفطريات، وممكن تصادفون عينات أيضا مصابة بكتيريا على حسب العينة التي تجدونها في البيئة. وأنا أنصح بيعني أهم شيء أنك تكون يعني حريص على أنك تهتم أنك تحمي نفسك قبل لا تدرس هذه العينات، لأنه ممكن أنه يعني ينتقل لك أي نوع من أنواع الميكروبات أو الطفيليات من قبل هذه النباتات، كونها يعني نباتات مصابة بنوع من أنواع الأحياء الدقيقة. أكيد راح إذا تعاملت معها يعني بشكل غير سليم ممكن يعني تنتقل لك هذه الميكروبات. وأنا أنصح يعني بدراسة علم الأمراض النباتات لأنه مفيد جدا، لأنه يشمل علم النباتات وعلم الحيوان، لأنه ممكن أن تنتقل هذه الميكروبات إلى الحيوانات وإلى البشر أيضا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات في الكتب والبحوث في المستقبل.